عايزين افهم كنت بتعملي ايه جوه عربيه الفلوس؟ ايه بتقول ايه؟ انت مين يا ابني؟ انت صعبتي عشان كنت بتعملي ايه جوه؟ جيت عشان اقفشك يا نصاب يا حرامي. انا نصاب؟ طب والمصحف هموريكي لما نوصل؟ ايه بوليس بوليس عايز بيجرى عشان اشجان. انا مش عايزه اسمع ولا كلمه. اخر حاجه كنت اتوقعها تطلع حرامي ونصاب واجيبك من بنك. يا سلام، هو انا جايبك من جمعيه بص الخير؟ ما انت كنت معايا في عربيه الفلوس. ايوه بس انا متنكره. عارف يعني ايه متنكره؟ يعني ايه متنكره؟ ربنا مش هيعرفك. وافرض وافرض ان انا غلطت، هل ده يديك الحق ان انت تكون نصاب وحرامي؟ استغفر الله العظيم يا رب. ما تعمليش فيها عبلك كحلاوي بقى. لا وانا فاكرك تقيه قوي وطالعه نازله على المصليه لما نحلتيها. كنت بدعي ربنا انه يمن عليا بالستر، والحمد لله ما اتقبضش عليا لحد دلوقتي. انما انت ما بتصليش، ما بتركعهاش. بص اهو غضب ربنا اهو باين على وشك وخلاك بلاك. يا سلام عليك يا ست الحاج وعلى ايمانك. مين اللي كان معايا في العربيه؟ ها؟ بس انا ما باكلش ابني فلوس حرام. انا يا دوب كده بجيب له لعب، بجيب له لبس، انما انت بتاكل بوتشي فلوس حرام. اخس عليك. الله جميل، اسلوب قلب ترابيزه هايل، نظام خدوم بالصوت يجنن. ها والفسفوسه دي ايه؟ ها احنا الاثنين زي بعض يا حاجه. لا لا احنا مش زي بعض على فكره. على الاقل انا ما خدتش شنطه الفلوس اول ما شفتك لاني كسفت على دمي، لكن انت ما عندكش ريحته وخدت شنطه الفلوس. رزق ابني وما ينفعش اسيب الشنطه دي. مش هتفضل في البيت. لا هتفضل في البيت. مش هتفضل في البيت يا عزيز. لا بقول لك هتفضل في البيت. هتفضل في البيت. عزمي ايدك. ارباح دي العمليه اللي بقالي 6 شهور بخطط لها. دول ما يكملوش 620 جنيه اشجان. امال انت فاكر انا ما خدتش الشنطه ليه؟ ايه يعني انت شفتيهم بقى؟ بس صدمتي فيك كانت اكبر. انت انسان جشع وانا ما ينفعش اعيش معاك. انا اللي ما ينفعش اعيش مع واحده نصابه. طلعني يا عزمي. تعالي يا اشجان ما تفرجيش الناس علينا. انا برضه لا انا اتفضل تخلي الشنطه. يلا تعالي يا بوتي اركب يا بابا. ايه ده؟ دي واخده ابني رايح على فين؟ راجع بيت خالي. اركبت تسيب بالك يا بابي. نعم؟ أقول لك إيه؟ أنا لا يمكن آمن إن ابني يتربى مع واحدة نصابة زي ابني يتربى في حضني. يعني هو حضن معز مسعود بلا خيبة. طب يكون في علمك بقى العربية اللي أنت راكباها دي فلوسها حرام.